إذا غنمر للتمرين رقم 2، أكمل رسم المثلثات باستعمال المسطرة كما في المثال، وألون المثلث قائم الزاوية بالأحمر، والمثلث متساوي الأضلاع بالأخضر، ومثلث متساوي الساقين بالأصفر، وألون في كل مثلث الزوايا المتساوية. إذا لاحظتم أنتم عندكم واحد القطع بالأسود، غنقوم بالتمديد ديال القطع باش نحصلوا على الأضلاع. إذا غتاخدوا مثلا، غنعطيكم كمثال، عندكم الضلع الأول اللي باللون الأسود عندكم في الكراسة، غتقوموا بالتمديد بمسطرة وبقلم الرصاص، ثم بنفس الطريقة غتمدوا القطعة اللي عندكم بالأسود، غتمدوها ثم القطعة الثالثة غتمدوها وتحصلوا على الضلع الثالث. بالتالي حصلنا على مثلث. اذا غنشوفوا الاضلاع ديالو. اذا لاحظ هنا عندك 2 تقريبا فاصلة 2، الضلع الثاني هنا 2.2، هنا عندك الضلع 1.2. بالتالي فهاد الضلع فهاد المثلث كيتسمى بمثلث ماذا؟ متساوي الساقين، لهما نفس القياس. اذا هنا قالوا لنا بالنسبه للمثلث متساوي الساقين بالاصفر، يعني نتوما غتلونوهم بماذا؟ بالاصفر. ما دام الاضلاع متقايسه حتى الزوايا يجب ان تكون متقايسه، وبالتالي غتكون عندكم جوج ديال الزوايا، مفهوم؟ انا كتبت لكم هنا بالاصفر، نتوما غتلونوا باللون الاصفر. اذا غنمروا المثلث الثاني، ايضا غتقوموا نتوما عاطينكم واحد قطعه باللون الاسود، غتمدوها، غتستعمل المسطره وقلم الرصاص بنفس الطريقه، قطعه ثانيه القطعة الثالثة، وغنمسحو الجوانب، وبالتالي غنحصلو على مثلث. إذا غنشوفو القياس ديال كل ضلع، غنستعمل البركار، لاحظ هنا دون تغيير فتحة البركار غنقيس الضلع الثاني. إذا الضلع الأول متقايس مع الضلع الثاني، لاحظ هنا متقايس مع الضلع الثالث، بالتالي فهو ماذا؟ مثلث متساوي الأضلاع. إذا مثلث متساوي ماذا؟ الأضلاع. قالولنا هنا بالنسبة للمثلث متساوي الأضلاع غادي تلونوه نتوما باللون الأخضر، أنا كتبت هنا بالأخضر، نتوما غتلونو باللون الأخضر. مادام الأضلاع ديالو متقايسة حتى الزوايا غتكون متقايسة، بالتالي عندنا ثلاثات الزوايا. غنمرو المثلث الأخير الثالث، أيضا بنفس الطريقة غنمدد القطعة اللي عندكم بالأسود، غتمدوها باش تحصلو على ضلع، ثم الضلع الثاني أيضا غنمدوه، الضلع الثالث، إذا غنقومو بالقياس ديال الأضلع بنفس الطريقة، غناخد البركار وغنقيس الضلع الأول، غنقارنو مع الضلع الثاني، إذا عندهم نفس القياس، الضلع الثالث أيضا، إذا بالتالي فهو الضلع الثالث أيضا له نفس القياس، بالتالي فهو أيضا مثلث ماذا؟ متساوي الأضلاع. بالنسبة قلنا المثلث متساوي الأضلاع غادي تلونو أيضا باللون الأخضر، مادام الأضلاع متقايسين حتى الزوايا غتكون متقايسة، بالتالي عندو غت-
توضعوا ثلاث زوايا بنفس الطريقة. نتميم المثلث الأخير، غنمدوا القطع اللي عندكم باللون الأسود، ثم الضلع الثاني، الضلع الثالث، إذا لاحظتوا حصلنا على مثلث قائم الزاوية. إذا نتأكدوا من الأضلاع، نشوفوا القياس ديال الأضلاع. لاحظ الضلع الأول كيقايس الضلع الثاني، وبالتالي فهو مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين في نفس الوقت. إذا مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين. إذا هنا وضعت الرمز ديال الزاوية القائمة، هنا متساوي الساقين، يعني هتكون عنده أيضا زاويتين متقايستين. وبالتالي بالنسبة للمثلث قائم الزاوية، قالوا لنا خصنا نلونوه باللون ماذا؟ الأحمر. إذا أعيد، المثلث الأول غتلونوه باللون الأحمر، المثلث الثاني هو مثلث متساوي ماذا؟ متساوي الأضلاع باللون الأخضر، هتلونوا نتوما باللون الأخضر. بالنسبة للمثلث الثالث أيضا متساوي الأضلاع باللون الأخضر، لأن كنا شفنا بأن أضلاعه متقايسة. والمثلث الأخير لقينا ضلعين متقايسا، بالتالي فهو مثلث متساوي الساقين، نتوما غتلونوه باللون الأصفر.